أين مات عليه الصلاة والسلام؟ هل مات في المعركة في الجهاد في سبيل الله؟ مات في مكان أسمى من ذلك، كل شيء بترتيب رب العالمين، مات في أحضان زوجته. كان عليه الصلاة والسلام يفتح باب السيارة لزوجته، ويفتح باب السيارة وهو لا عنده سيارة ولا جاري، كان يضع يده رجله لتركب عليها لتركب الجارة. أي مقام هذا؟ نعود إلى ماي والد ماي أبو عمر، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما هو جنتك ونارك. إنما هو جنتك. كنا في العمرة قبل أيام، وكان معانا الباص 50 واحد، وكل واحد زوجته بجنبه، فقل لهم لا إله إلا الله. امسك امسك يا أخي، امسك. لا إله إلا الله. لا تجمع. 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 لا تجمع.